السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ أم فايزة. وجمعة مباركة. كيف كتعرفوا في كل جمعة تقريبا قاع المغاربة كيوجدوا الكسكسو. في حلقة اليوم غادي نتقاسم معكم الكسكسو بطريقتي، طريقة جد سهلة والمذاق روعة. نخليكم مع المقادير وطريقات التحضير. بسم الله على بركة الله. عندي هنا نص كاس مخلط ما بين زيت الزيتون مع زيت نباتية. عندي بصلة صغيرة مشلضة، عندي الحمص مع جلبالة عفوا، وعندي دجاج قياس جوج ديال الأشخاص. الدجاج كيبقى يعني حسب الأشخاص. وعندي جوج معالق ديال سكنجبير، نصف ملعقة ديال الخرقوم، وعندي معلقة ديال الإبزار والملحة حسب الذوق. وعندي جوج مطيشات صغار محكوكين. بسم الله، أول شيء غادي نضيف البصلة وغنزيد عليها الزيت الزيتون مع الزيت النباتية، وغادي نضيف الدجاج، وغادي نضيف العطرية ومطيشة جنبالة والحمص. بالنسبة للخضر عندي خيزو مع القرعة حمراء مع القرعة خضراء واللفت، وجوج فلفلات حارين، وفلفلة كتبقى يعني اختيارية. بعد ما وضعت البرمة فوق النار، خليت البصلة مع الدجاج ومطيشة كيتشحروا. دابا غادي نضيف عليهم خيزو، وغادي نضيف القياس ديال الماء، يعني غندير الماء الكافي. غندوزو الكسكسو. بالنسبة للكسكسو وضعت جوج كيسان ونص كيف ما سبقت قلت لكم، يعني هذا كسكسو غير لشخصين فقط. بعد ما غسلته وخليته يقطر وضعته في قصرية، غنحلو مزيان باش ما نخليهش مكتل. بعد ما خليته نشف مزيان وضعت له تقريبا ثلاثة ديال المعالق كبار من زيت المائدة. غنزيته مزيان، من بعد غنوضعه في الكسكاس باش يفور التفويرة الأولى. بعد ما تفور غادي نعاود نرده في القصرية، وغادي نوضع له القياس ديال الماء. ما تكتروش الماء بزاف باش ما يجي لكمش معجن. ملي تضيفوا عليه الماء حاولوا تحلوه مزيان باش ما تخليوش فيه هذوك الحبيبات. ضيفوا عليه الماء مباشره ملي يكون سخون باش يشرب لكم الماء ويجي لكم كسكسو ديالكم ارطب وما يجيش قاصح ويجي بنين في الماكلة. بعد ما حليته مزيان غادي نخليه يشرب الماء. ودابا غادي ندوز باش غادي نضيف الخضرة اللي بقات ليا. بعد ما كسكسو شرب الماء كيف كتشوفوا كيتضاعف الحجم ديالو، غادي نعاود نحلو مرة اخرى. من بعد غنضيف له القياس ديال الملح. الملح كيبقى حسب الذوق، وغنضيف له زيت الزيتون. ممكن تعوضوا زيت الزيتون بالزبدة او السمن. بالنسبة للسمن او الزبدة مهم، كيبقاو اختياريين. غنردو يفور مرة تانية والاخيرة. من بعد ما يفور غادي نكبو مباشرة على يعني في القصرية عفوا، يكون مازال سخون، وغادي نحاول نحلو مرة اخرى. الكسكسو ما تخليوش يطيب بزاف، حيت منين كيطيب بزاف كيجي معجن، يعني خليوه
يطيب يعني طياب عالي، ما يفوش فيه الطياب. بعد ما وجدت لي الخضرة مع المرق سقيته هو الأول، من بعد دابا غادي نضيف الخضر. وبعد ما ضفت الخضر ديالي كاملين، هذا هو الشكل النهائي ديال الكسكسو ديال جوج ديال الأشخاص. كيجي رائع بلا ما نوصفه لكم أكثر. كيجي زوين، كيجي لذيذ بداك المذاق ديال الخضار والجنبلة مع الفلفلة حارة. كيجي جد رائع، كيجي ممتاز. وهذا هو كسكسو ديالنا ديال اليوم. اللي عجبته حلقة اليوم ما ينساش يدير جيم، هذا فضلا وليس امرا. واللي مازال ما تابوناش يدير ابوني باش ديما يوصلوا الجديد. وشكرا لكم، والى الوصفة القادمة ان شاء الله.